معركة عين جالوت. في هذه المعركة تتجلى بطولات الجيش الإسلامي بأبهى صورها. هذا الجيش الذي وقع على عاتقه إنهاء التمدد المغولي على البلاد العربية. هذا الجيش الذي وقف في وجه جيوش لم تقهر في ذلك الزمان. الجيش المغولي الذي دمر بغداد وأنهى الخلافة العباسية بعد أن احتل الشام وأسقط الدولة الخوارزمية هناك، وكان بطريقه بعد سلسلة الهزائم الدموية التي ألحقها بالدول والمدن الإسلامية، كان بطريقه لإنهاء الوجود الإسلامي في مصر. ذلك الجيش الإسلامي أثبت ما قاله الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن جند مصر خير أجناد الأرض. إنهم خير أجناد الأرض لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. بعد أن سيطر المغول على أرض واسعة واستقر لهم الأمر في إقليم فارس، عينوا هولاكو حاكما بأمرهم، فقرر هولاكو ضم مصر للإمبراطورية المغولية. فبعث برسالة إلى قطز جاء فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا الخاقان الأعظم، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم يتنعمون بأنعامه، يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أننا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، سلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندمون ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرفق بمن شكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم؟ فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا صوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتلنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، فإنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عن الكلام، فأبشروا بالمذلة، فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أمامنا سلم، فإن أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكتم، فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم، وقد ثبت عندكم أننا نحن الكفرة، وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة، فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير المذلة ما لملوككم علينا سبيل، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب. عقد قطز مجلس حرب، وكان عدد من الأمراء يريدون تسليم مصر لهولاكو خوفا من سطوتهم وبسبب يأسهم من هزيمة المغول. فقال لهم قطز: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون أموال بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه. وقال: من للإسلام إن لم نكن نحن؟ أنا ألقى التتار بنفسي. وصل سيف الدين قطز، وقطز هذا الاسم هو لقب منحه إياه المغول وتعني الشرس، وهذا القائد هو محمود بن ممدود بن خوارزم شاه. وصل مع جيشه إلى منطقة بيسان في فلسطين، وكان الجيش المغولي معسكر بالقرب من سهل عين جالوت. وجد القائد قطز أن سهل عين جالوت هو المكان الأنسب للمعركة، فهو سهل كبير ممتد يحيطه تلال متوسطة الارتفاع، وهذا السهل يقع بين الشمال لمدينة بيسان وفي الجنوب مدينة نابلس. وقبل أن يصل جيش المغول الذي كان بقيادة كبتجا وهو قائد كبير ودموي وماهر، بدأ قطز بوضع الخطط العسكرية المحكمة للمعركة. وفي هذه الأثناء توافد عليه الكثير من أهالي المدن الفلسطينية يريدون القتال بجيشه، ومع إصرارهم المستمر في التطوع للقتال
لم يجد قطز إلا قبول المحترفين منهم بالقتال بالجيش، والباقي طلب منهم الانضمام إلى المسؤولين عن الإمدادات مثل نقل العتاد والاهتمام بشؤون الطعام والشراب وإمداد الجنود بالرماح ورعاية الخيول ونقل الجرحى والمصابين من ميدان المعركة. كان من ضمن قادة الحرب في الجيش الإسلامي أحد أمهر وأذكى القادة، وهو الظاهر بيبرس، وقد تولى قيادة مقدمة الجيش الإسلامي. ووفق الخطة التي اتفق عليها مجلس الحرب من قادة وأمراء في الجيش الإسلامي، هو تقسيم الجيش إلى عدة كتائب، وكل كتيبة لها لون معين، وتستتر هذه الفرق خلف التلال على جوانب سهل عين جالوت، وكل كتيبة لها قرع معين وخاص للطبول، فلا تخرج للقتال إلا بعد سماع قرع الطبل خاصتهم، ولا تقرع الطبول إلا بأمر مباشر من القائد العام قطز. صلى الجيش الإسلامي صلاة الفجر يوم الجمعة 25 من رمضان عام 658 هجري، 3 سبتمبر عام 1260 ميلادي، وبدأت مقدمة جيش المغول الدخول إلى سهل عين جالوت. ومقابلهم كان الأسد بيبرس بمقدمة جيش المسلمين فقط، واعتقد القائد المغولي كبتغا أن مقدمة الجيش هو الجيش كله، وانطلت الحيلة عليه، وأمر عددا من الكتائب في جيش المغول الدخول في السهل، وأمرهم ببدء المعركة، وأراد من ذلك إحراز نصر سريع. فهجم الأبطال وعلى رأسهم بيبرس على المغول، واشتبك الجانبان اشتباكا عنيفا، وصمدت مقدمة الجيش الإسلامي صمودا أسطوريا. كان بيبرس يريد أن يدخل كل الجيش المغولي للحرب، وكان له ذلك. فبعد أن شاهد كبتغا صمود مقدمة الجيش، أمر جيشه بالاشتراك بالقتال، ولم يترك أي كتائب احتياطية. وبعد هذا الثبات أعطى قطز الأوامر لبيبرس الانسحاب بشكل تدريجي ومنظم، موهمين المغول أنهم انهزموا ويفرون. فاندفع الجيش المغولي لمطاردة مقدمة الجيش الإسلامي بشكل كامل. هنا كانت الصدمة صاعقة على كبتغا، وأدرك حجم الكارثة التي وقع فيها جيشه عندما بدأت كتائب الجيش الإسلامي بالظهور والدخول إلى أرض المعركة. وأصبح الجيش المغولي بحالة دفاع عن النفس عندما حوصر داخل السهل. وفي الحقيقة أظهر جنود المغول بسالة كبيرة في القتال، وخاصة ميمنة جيشهم التي كادت أن تحول الهزيمة إلى نصر. وعندما شاهد قطز تساقط الشهداء في ميسرة الجيش الإسلامي، أمر الطبول بالقرع لتدخل كتيبة الاحتياط الأولى إلى أرض المعركة، لكنها لم تغير من الحال شيئا، واستمر صمود ميسرة الجيش المغولي. وأمر قطز كتيبة الاحتياط الثانية بالدخول إلى المعركة ومساندة ميسرة الجيش الإسلامي، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه. وكان صمود ميمنة جيش المغول كبيرا، فقرر أن يدخل إلى ميدان المعركة بنفسه ويقود ميسرة الجيش الإسلامي. وعند وصوله إلى الميدان والقتال محتدم، رمى خوذته عن رأسه وصار يصيح وإسلاماه وإسلاماه، واحتدم القتال. فصوب أحد الرماة من المغول رمحا على قطز فأخطأه وأصاب جواده، فوثب عن فرسه وأصبح يقتحم في صفوف الأعداء إلى أن تعادلت الكفة، بل مالت لصالح المسلمين. المغول لم يعودوا يريدون النصر في هذه المعركة، بل إن قتالهم كله تحول لمحاولة فتح ثغرات للهروب من أرض الميدان. واستطاع عدد منهم بفتح بعض الثغرات، فتبعهم بيبرس وكتيبته، ودارت بينهم معركة في منطقة قريبة من بيسان، وانتصر بيبرس عليهم، وانتصر قطز وجنده في عين جالوت. وكانت نتيجة المعركة مرعبة بالنسبة للمغول في بلاد فارس، حيث أبيد جيشهم كله على أيدي الأبطال الصناديد. لم يذهب القادة والأبطال للاحتفال بهذا النصر بالقاهرة، بل إنهم ساروا إلى بلاد الشام وحرروها كلها من دنس المغول،
وكان النصر عظيما مؤزرا. في عين جالوت أثبت جند الله في الأرض من أهل الكنانة أنهم أبطال مغاوير صناديد، مؤكدين حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرا، فإنها خير جند الله. قطز، أيها الشرس، لقد أعدت كرامة الأمة، وكان إيمانك بالله وحب دين الله ودفاعك عن أعراض المسلمين هو الحافز لنيل النصر العظيم. أنت ومن معك من أبطال أمثال الظهر بيبرس. فكم نحن بحاجة هذه الأيام إلى كل تلك الثقة التي كانت في قلوبكم، ثقة أرجعت العزة إلى العالم الإسلامي بعد كل تلك النكسات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.